السلام عليكم وحياكم معنا اليوم. موجودين نحن في شوروم الجديد مال اودي في الكويت لاطلاق سياره جديده الاودي تي تي الجيل الثالث كليا لاول مره في الكويت. سياره مثل ما تشوفون وراي مغطينها، احنا حاليا بانتظار يعني خلينا نقول دقائق ويبلش الحفل. اللي لازم تعرفونه ان هذا الجيل الثالث صار اقوى واحلى، ولكن الاهم من هذا كله انهم محافظين على خلينا نقول الهويه مالت التي تي، فلما تشوفها راح تدري ان هذه تي تي. نوريكم الحفل بعدين نتكلم اشياء بسيطه عن السياره، ننطر الحفل ببلش. شوفوا النقاب مثل ما شفنا عن الاودي الجديده التي تي، مثل ما نلاحظ اول ما تشوفها تدري ان هذه تي تي، خلاص ما فيها روح تعال، بس تغيرت الخطوط صارت شوي اكثر حده، الشبك الامامي صار ايضا اكبر، الخطوط الاماميه صارت شوي كأنها مخالب، خطوط الخلفيه او الاسطابات صارت بعد وايد احلى، وستيل فيها الكيرف الخلفي اللي يميز التي تي، ولكن صار عندنا مثلا ليت الاسطاب صار على حجم السياره، ومن داخل فيها تغييرات وايد مهمه، ولكن حافظوا على فتحات التكييف الثلاثه اللي هم اصلا كانوا موجودين بالتي تي الاولى. راح نتكلم لكم ان شاء الله بتجربه كامله عن التي تي وكل شيء فيها، خلكم معانا، اتمنى تكون هذه تغطيتنا سريعه حازت الاعجابكم، ونشوفكم في تجربه كامله. مع السلامه.